استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم، وبحضور سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، صاحب الفخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. هذا وقد ألقى سمو حفظه الله كلمة ترحيبية بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للجمهورية اليمنية الشقيقة دكتور رشاد محمد العليمي، اخواني الوفد المرافق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يسرني أن أنقل لكم تحيات سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وأرحب بكم في بلدكم الثاني دولة الكويت، مهنئا أخي فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة بمنصبه، معتزا بنشأته العسكرية في دولة الكويت وخبرته العملية التي ستمكنه بإذن الله تعالى من النهوض بالبلد الشقيق حتى يعود اليمن السعيد الذي عهدناه. في هذا الصدد نؤكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط دولة الكويت والجمهورية اليمنية الشقيقة الممتدة رسميا لأكثر من أربعة عقود، داعين الله تعالى أن تعبر بسلام وأمان ما تواجه من أزمات وتحديات، وصولا لتحقيق الأمن الدائم والاستقرار الشامل في ربوعه. الأخ فخامة الرئيس، إخواني أعضاء الوفد، إن دولة الكويت قيادة وشعبا لا تدعم الجهود المستحقة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتعرض عن تقديرها ودعمها الكامل لمساحة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، والجهود الكبيرة التي تقوم بها في سبيل تحقيق الاستقرار والصالح اليمني، كما تدعم دولة الكويت الجهود الأممية الرامية لحل الأزمة اليمنية سياسيا وسلميا ولرفع المعاناة على اليمنيين إنسانيا واقتصاديا. وستظل الكويت على عهدها بالوقوف إلى جانب أشقائها لا سيما اليمن الشقيق، وستظل قيادتها السياسية حاضنة لمساعي السلم والسلام للشعوب الشقيقة. والصديقة الأخ الرئيس، الأخوة الحضور، حللتم أهلا في بلدكم الشقيق ونزلتم سهلا بين شعبه الوفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد رافق فخامته وفد رسمي يضم كلا من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين محمد البحسني، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض أحمد بن مبارك، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد عبد الله بديب، ووزير النقل الدكتور عبد السلام صالح حميد، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد قاسم حيبح، وعددا من كبار المسؤولين وسفير الجمهورية اليمنية لدى دولة الكويت علي منصور بن سفع. وقد حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح، ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح، وكبار المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد.